وهذا سائل يسأل يقول: وأحسن الله إليكم، في الحديث آت محمد الوسيلة والفضيلة، ما المراد بالوسيلة وما المراد بالفضيلة هنا؟ الوسيلة قصر في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة فإنها بيت في الجنة أو قصر في الجنة، لا ينبغي أن يكون إلا لنبي، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم.